السلام عليكم، الاسم ديالي محمد أبجوك، فاعل ثقافي وفاعل جمعوي في مدينة تيزنيت وفنان مسرحي. أنا ولدي سمي بالمجهول أو الغريب على المؤسسة ديال إعدادية الإمام مالك. كنت فاجأ أو لا جيت نقول لكم بالطريقة الصحيحة، أنا كولي أمر ديال تلميذ داخل هاد الإعدادية جيت نفي أو لا نستنكر هاد جميع الاتهامات اللي وجهوا لي بعض المنابر الإعلامية وإحدى النقابات كاتهامات خطيرة واللي مست بالكرامة ديالي ومست بشخصي ومست بالأسرة ديالي وخلقت واحد الهلع داخل الأسرة ديالي والناس كيتعجبوا بيان سور، الناس كيعرفوني مزيان. كما كنتعجب من السرعة اللي انتشر بها هذا الخبر الزائف وكيفاش تداولوه، كلها تزييف ولا تغليظ ديال الحقائق ديال المواقف، والامر ما عندوش علاقه لا بالاعتدال لا بالاقتحام ديال المؤسسه، وربما عنده ابعاد اخرى، وهذا الشيء غادي يتبين، ربما غادي يتبين للجميع فيما بعد. حيتكم علما انني بديت الاجراءات ديال رد الاعتبار الشخصي والاسره ديالي، ودابا في صدد تجميع الملف ديال جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي. وما بالخصوص الملف مع الاستاذ، راه واخد المسار الطبيعي ديالو وراه مع الاستاذ المحامي الطيبي ريفي، وعندي كامل الثقه في المؤسسه القضاء.